الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بكم في هذه الليلة المباركة التي إن شاء الله يفعل حسن بهذه الأمطار، أسأل الله أن يكون أمطار خير وبركة. بداية نشكر الحقيقة الجمعية السعودية للمحاسبة على تنظيم هذه المحاضرة، ونشكر كذلك جامعة الأمير سلطان على استضافتها لهذه المحاضرة وعلى تعاونها كما عودتنا في هذه المواضيع الاقتصادية الهامة. طبعا كما هو معلن المحاضرة هي عن ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون معنا في هذه المحاضرة الأستاذ عهدي عبد المرضي أحمد والأستاذ باسل بريحي من إيرنا السنية. طبعا لظروف الحقيقة شخصية وطارئة اعتذر الأستاذ حمود الحربي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن حضور هذه المحاضرة، لكن إن شاء الله سوف إن شاء الله تكون هناك يعني محاضرات لاحقة مع الإخوان في هيئة الزكاة والدخل. ابتداء طبعا سوف يكون الحقيقة القسم الأول والجلسة الأولى من الأستاذ عهدي عبد المرضي أحمد، وهو مستشار ضرائب له خبرة 15 سنة في الضرائب في مصلحة الضرائب في جمهورية مصر العربية، ويعمل حاليا مستشار ضريبي في ضريبة القيمة المضافة هنا في المملكة العربية السعودية. فسوف إن شاء الله يتكلم في حدود الثلث ساعة عن ضريبة القيمة المضافة، ثم يبدأ بعد ذلك الأستاذ باسل لثلث ساعة أخرى، ثم نفتح المجال فيما بعد للأسئلة والنقاش والحضور. فليتفضل الأستاذ أهدي عبد المرضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نتكلم طبعا عن ضريبة القيمة المضافة، ودي حديث الوقت اللي موجود في المملكة على أساس أنها ضريبة حديثة على المملكة، وفي بعض اللغط شوية في التفسير بتاعها وفي الأمور بتاعتها. طبعا القيمة المضافة دي أحد عناصر الضرائب الغير المباشرة. احنا عارفين الضرائب نوعين، ضرائب مباشره اللي هي اللي بتمس دخل الشركه او المنشاه، والضرائب الغير مباشره متمثله في الاكسايز تاكس اللي هي الضرائب على السلع الانتقائيه وضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه طبعا اللي حددها الاطار التشريعي اللي حدد ضريبه القيمه المضافه او بنشتغل على اساسه اللي هو اتفاقيه مجلس التعاون واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة. طبعا اللائحة حددت بعض الأمور وكإطار عام للكل، لكن الشغل الأساسي أو الرجوع الأصل للائحة التنفيذية ونظام ضريبة الدخل. في بعض الأمور طبعا الأساسية وأسئلة كتير في ذهن حضراتكم، زي ما احنا قلنا الضرائب في المملكة ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، والضرائب المباشرة ضريبة الدخل والغير مباشرة متمثلة في ضريبة السلع الانتقائية وضريبة الفات. طبعا حديثنا النهارده عن ضريبة القيمة المضافة. طبعا ضريبة القيمة المضافة دي استحدثت هنا في المملكة، ودي ليها أهداف كتير طبعا كأحد موارد للدولة، ومميزاتها أو من السمات بتاعتها أنها هتبدأ يعني تحكم في الأنشطة الاقتصادية، بمعنى تظهر النشاط الاقتصادي اللي كان غير واضح لكتير من الشركات. يعني طبعا ضريبة القيمة المضافة لها بعض السمات، من ضمن سماتها أنها ضريبة غير مباشرة، يعني انعكاسها بيرجع دايما على المستهلك وليس انعكاسها على الشركة نفسها أو المؤسسة. نقطة ثانية أنها ذات معدل ضريبة ثابت، يعني نسبة مئوية تكون 5 بالنسبة للائحة بتاعتنا 5% أو 0% خاضع ولكن 0% أو معفى. طبعا هي ضريبة دورية التحصيل، يعني بتفرض على مراحل دورية، مراحل الإنتاج ومراحل التوزيع، وده عكس ضريبة المبيعات اللي كانت بيطبقوها في بعض الدول. طبعا برضو من ضمن السمات بتاعتها أنها بتحد من التهرب الضريبي. طبعا كان في كتير من الشركات رقم أعمالها لا يتناسب مطلقا مع الحقيقة، طبعا دلوقتي لازم هيظهر الرقم الحقيقي، لأن طبعا هيتعامل مع الشركات ومعظمها مسجلين، فكله طبعا هيتخصم منه هيبان الوضع الحقيقي بتاعه.
طبعا اللي قلنا الإطار التشريعي للي بيحدد ضريبة القيمة المضافة ثلاث حاجات، اللي هم الاتفاقية اللي تمت ما بين دول مجلس التعاون واللائحة التنفيذية والنظام ضريبة القيمة المضافة. طبعا الاتفاقية حددت بعض الأمور الهامة وفيها بعض النقاط اللي تحل مشاكل كتير واللي تجاوب على كتير من الاستفسارات. في البداية خالص طبعا في تعريفات في صدر التعريف بتاع الاتفاقية بعض التعريفات، وفعلا اللائحة التنفيذية لما جت صدرت أوكلت إن التعريفات ترجع فيها للاتفاقية. من ضمن التعريفات الهامة جدا اللي تحل حاجات كتير هي اللي هو مين هو الخاضع لضريبة القيمة المضافة وإيه إزاي يتحسب على ضريبة القيمة المضافة. طبعا اللي بيتكلموا على إن الخاضع لضريبة القيمة المضافة هو الشخص طبيعي كان أو اعتباري خاص أو عام، يعني حكومة أو مؤسسة شركة خاصة، تمام، يمارس نشاط اقتصادي بصفة مستمرة، بمعنى أنه لازم يكون هو نشاطه يهدف من وراءه أنه يحقق دخل. بمعنى كده التعريف ده بيجاوب على سؤال بسيط جدا، أنا لو عندي بيت عندي عربية وروح أبيعها على بخاض على ضريبة القيمة المضافة، طبعا النص ده أو التعريف ده لغى الفكرة دي تمام. النقطة الثانية اللي وضحتها برضو حاجة اسمها مكان التوريد. المكان التوريد يعني المكان اللي بناء عليه هيتفرض الضريبة، يعني الضريبة تفرض فين لو حددنا مكان توريد السلعة. من النقطة الثانية المهمة جدا برضو في التعريفات الشخص الخاضع للضريبة، قلنا هنا الشخص قلنا طبيعي اعتباري عام أو خاص، معنى كده أن القطاع العام كمان طبقا للتعريف ده داخل في أنه هو خاضع للضريبة. ده إجابة على السؤال، إلا إذا طبعا صدر قرار بعد كده وزاري أن في بعض الجهات مش هتبقى خاضعة، لكن النص لحد الآن أنه هو خاضع للضريبة. من النقط المهمة جدا برضو في التعريف اللي هو مقر العمل ومكان إقامة المورد أو العميل. مقر العمل ده اللي هو المقر أو المكان اللي على أساسه أنشئ في السجل التجاري أن ده مقر الشركة الموجود وبيمارس فيه القرارات وبيمارس فيه الاجتماعات وبيمارس فيه الأنشطة. في حاجة اسمها المؤسسة الثابتة، يعني ممكن واحد ينشئ شركة في مكان في الرياض وانشأ أنه في شارع كذا، لكن بيمارس النشاط من مكان مقر مؤسسة ثابتة، ممكن يكون في أي مكان تاني، بس بشرط أساسي أنه يكون في موظفين وفي تكنولوجي وفي اتخاذ قرار يتخذ من كلا. دي اسمها المؤسسة الثابتة. طبعا هنا في حاجة اسمها الشخص المقيم والشخص الغير مقيم. في قانون الفات أو في نظام الضريبة القيمة المضافة يعتبر الشخص مقيم في المكان اللي هو له محل إقامة فيه أو له مقر العمل بتاعه فيه اللي أنشئ فيه الشركة، أو لو له مؤسسة ثابتة فيه ده مقر كامل. يعتبر غير مقيم لو هو ملوش مقر إقامة في المكان ده أو ما أنشأش الشركة في المدينة في الدولة دي. طبعا عندنا حاجة اسمها التوريد المفترض. توريد مفترض بمعنى احنا قلنا لا يخضع لضريبة الفات توريدات، سواء توريدات كانت سلع او توريدات خدمات. في حاجة اسمها توريد مفترض، يعني في بعض المعاملات هعتبرها حتى لو هي مش في شكل توريد انها تمت كتوريد ويفرض عليه الضريبة، وده ممكن نشرحها قدام شوية. التوريدات البينية اللي هي التوريدات اللي بتتم ما بين دول مجلس اعضاء الخليج. عندنا بعد كده المورد والعميل. كلمة مورد اللي هو دايما اللي هو بيبيع للسلعة، والعميل اللي هو بيستقبل السلعة. عندنا حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الاحتساب العكسي أو آلية الاحتساب العكسي. آلية الاحتساب العكسي دي هي الآلية اللي بتتبع إنها تتم ما بين مورد في أحد دول مجلس التعاون وما بين عميل في دول مجلس التعاون آخر في دولة أخرى يعني، ويتحسب الضريبة يتحملها العميل وبناء على المورد، يعني يدفعها نيابة على المورد. ودي بتتم الآلية دي طبعا في حالتين اللي هم ما بين مورد وما بين عميل، العميل في أحد دول مجلس التعاون والمورد في دولة أخرى، أو إن أنا بجيب السلعة من مورد غير مسجل وغير مقيم في دول مجلس التعاون. دي الحالتين اللي بطبق فيهم آلية الاحتساب العكس، يعني المورد العميل هو اللي بيقوم بدفع الضريبة نيابة عن المورد. عندنا الأشخاص المرتبطين. الأشخاص المرتبطين ممكن يكون شخص طبيعي مرتبط بشخص طبيعي، وده إذا كان لحد قريبه لحد الدرجة الرابعة. لو شركة اعتبارية الارتباط ما بين المنشآت الاعتبارية أو الشركات الاعتبارية لما يكون فيها نسبة استحواذ أو نسبة في الجمعية العمومية تفوق 50%.
قلنا زي ما احنا قلنا الاطار التشريعي دي اللي هي النظام واللائحة والاتفاقية. طبعا الاساس في ضريبة القيمة المضافة وبعض الامور في بعض النصوص لما جينا في اللائحة التنفيذية اتكلم عن التسجيل ويتكلم عن التوريد ويتكلم عن الاقرارات والعقوبات وكلم برضو عن مرحلة بيسموها مرحلة انتقالية لفترة الشك اللي هي ما بين قبل تطبيق النظام وما بعد تطبيق النظام. طبعا التسجيل معظم الشركات دلوقتي سجلت سواء الهيئة العامة للزكاة والدخل سجلتهم تلقائي او ان بعض المنشآت سجلت. طبعا التسجيل في المرحلة الاولانية هو المفروض ان كان في الاتفاقية او اتفاق ما بين دوج مجلس التعاون ان التسجيل الزامي في حدود 375,000 فيما فوق فيوجب عليه التسجيل. لكن طبعا الاستعداد عشان المجتمع لسه طبعا لم يؤهل بالكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فرأت الهيئة انها تعلي حد التسجيل الالزامي لحد لمدة نهايتها 20/12/2018. الحد التسجيل الالزامي الحالي هو 1,000,000 ريال فيما فوق. اما بالنسبة حد سكيل الاختياري الحالي ان انت دلوقتي التسجيل الاختياري بصفة عامة من اول 20/12/2018 هيبقى 187.5 اللي هو نص 375. طبعا التسجيل الالزامي او التسجيل الاختياري هل واحد يقول النهاردة انا ما جبتش مليون انا ممكن اسجل؟ ممكن تقدم طلب تسجيل ويفضل انت تسجل لعدة اسباب. طبعا ان انت دلوقتي هتتعامل مع مجتمع طبق ضريبة القيمة المضافة وبناء عليه هيخصم منك او هتتحمل 5%. فعشان تبدا تعملها ما تدخلهاش في تكلفتك في الكوست بتاعك لابد ان انت تكون مسجل عشان تقدر تسترد الضريبه دي، لان احنا قلنا دي ضريبه غير مباشره وبالتالي انعكاسها على المستهلك، فانت مجرد وسيط ما بين الهيئه العامه للزكاه وما بين المستهلك النهائي. فعشان ترجع تسترجع الضريبه اللي اتخذ منك لازم تكون مسجل، لان عدم التسجيل واداء الطب او تاخد الضريبه ديت طبعا دي في حاله اكتشافها غرامه 100,000 ريال بالاضافه للعقوبات الاخرى. طبعا بالنسبه للتوريد اللي مهم جدا في موضوع التوريد هو معنى تحديد مكان التوريد، ده مهم جدا. طبعا الخاضع للضريبه زي ما احنا قلنا هي السلع والخدمات. كلمه سلع هي اي حاجه ملموسه، حدد الحقيقة أي حاجة ملموسة تندرج تحت كلمة سلع. ما لم يندرج تحت كلمة سلع يعتبر أي حاجة بعد كده خدمة. طبعا دخلت في موضوع السلع اللي هي توزيع الكهرباء زي ما لها حددتها، توزيع الكهرباء والمية والطاقة كل ده أدرج أنه هو سلع، ما عدا ذلك أي شيء تاني هندرج تحت اللي هو الخدمة. طبعا قلنا في التسجيل في طبعا يخضع بعض العناصر تخضع بنسب أساسية، والنسبة الأساسية موحدة هي 5%. وتقدر تقول القاعدة العامة اعتبار كل السلع وكل الخدمات خاضعة بالنسبة الأساسية بمعنى 5%، فيما عدا بعض الاستثناءات، حاجات خاضعة بسعر صفر وأشياء وسلع وخدمات معفاة. ايه الفرق؟ طبعا الواحد يقول لي طب ما بصفر في المية زي بالضبط المعفاة كده مش هياخد ضريبه ومش هيدفع ضريبه، لكن اقدر اقول لحضرتك ان انت لو خاضع ولكن بسعر صفر يحق لك ان انت تخصم اللي اتاخد منك او تحصل تاني الضريبه اللي اتاخدت منك على المشتريات بتاعتك. لكن لو انت معفي في الحاله دي بتخش كوست على التكلفه بتاعتك ومش من حقك تستردها. ده الفرق بين الخاضع بسعر صفر وما بين الايه المعفي. الحاجات اللي هي خاضعة طبعا بقولنا كل السلع وكل الخدمات خاضعة بنسبة 5%، فيما عدا أشياء خاضعة بنسبة 0% وحددتها اللائحة على سبيل الحصر وهي التوريدات الأدوية والتجهيزات الطبية، دي خاضعة بسعر صفر. وطبعا نزل دلوقتي في على موقع الهيئة الغذاء والدواء سلسلة بالأدوية والحاجات اللي هي خاضعة بسعر صفر، ممكن نطلع على حضراتكم يعني. النقطة الثانية اللي هي قلنا الاستثمار المعدني أو المعادن اللي هي التوريد المعادن الاستثماري. معنى إيه توريد المعادن الاستثماري؟ بكل بساطة كده اللي هي السبائك الذهبية سواء الذهب أو الفضة أو البلاتين، اللي هي السبيكة ومسموح بيها أن أنت تتداول بيها في البورصات العالمية. بمعنى المنتج لهذه السبائك اللي هو بيبدأ يستخرج المعدن من الأرض حد ما يعملها سبيكة ووردها ده خاضع بسعر صفر. كذلك المعالج اللي بيضيف عليها بعض الأشياء ك
كسبيكه وتفضل محتفظ بيها كسبيكه ايضا، ولكن بينقي منها الشوائب بحيث توزن نسبه النقاء 99%، ده خاضع برضه بنسبه 0%. لكن توريد كل توريد لو فضلت سبيكه وقعد يورد فيها من واحد لواحد فهي ايضا معفاه وقصدي خاضعه بسعر صفر. من ضمن الاشياء الاخرى اللي هي خاضعه بسعر صفر النقل سواء بضائع او ركاب، ولكن النقل الدولي يعني من المملكه والى المملكه، يعني خارج حدود المملكه، طبعا ده خاضع بسعر صفر. واحد طبعا دلوقتي يتقال النقل الداخلي اخباره ايه، طالما ما ذكرش نقل النقل الداخلي خاضع بسعر 5%. طبعا كل الخدمات اللي ترتبط بنشاط خاضع بسعر صفر بالنسبه للنقل فهي برضو خاضعه بسعر صفر، يعني تذاكر الطيران، شحن البضائع، الرسوم اللي هي ده في المينا او الكلام ده، اي حاجه متعلقه، شراء الطيارات، شراء السفن، صيانتها، الوقود بتاعها، اي شيء مرتبط بخدمه خاضعه بسعر صفر بالنسبه للنقل فهي داخله برضه في نطاق خاضعه بسعر صفر. من الانشطه الاخرى اللي هي خاضعه ايضا بسعر صفر اللي هي التصدير. لو انا صدرت بره المملكه العربيه السعوديه وطلعت بره المملكه العربيه السعوديه، فالوضع الحالي واحد يقول طب دلوقتي انا لو هصدر لدول مجلس التعاون ايه الموقف؟ في الوضع الحالي في حاله عدم تطبيق دول المجلس لضريبه القيمه المضافه يعتبر اكنه صدر بره المملكه، وبالتالي خاضعه بسعر صفر ويعامل اكنه بيصدر بره دوله خارج حدود الايه المجلس التعاون. عندنا بعد كده الحاجات اللي هي السلع والخدمات اللي هي بتخضع اللي هي معفاه نهائي ولا تخضع للضريبه. حدد حاجتين اتنين، هما العقار ولكن اشترط عليه انه يكون عقار سكني. العقار السكني لو انت بتأجر شقة سكنية تكون مؤهلة انها سكن للناس لمدة طويلة وتكون مؤهلة لذلك، دي الحالة الوحيدة اللي تبقى معفاة. واحد كان فيه بعض الأسئلة يقول لك والله طب الكوباونز ده أخباره ايه؟ في واحد بيخش في كوباونز في حمام سباحة وفي كافيهات وفي القاعدة العامة زي ما احنا قلنا واللائحة واضحة وضوح صريح فيهاش اي خلاف ان الخاضع في العقارات هي المأوى المخدوم بالنسبة للسكن. طبعا المأوى المخدوم، كلمة مأوى مخدوم يعني انا لو ساكن في كومباوندز والكومباوندز بيوفر لي حد يطلع الشقة ينظفها لي وانا مش موجود، بقى تحاول ازاي اكنها شقة فندقية وكأنها فندق، وفي الحالة دي حتى لو ان كانت سكنية فانها هتخش في مرحلة الخضوع. لكن لو كومباوندز بره في امن وفي حمامات سباحة ولكن انا ليا الشقة بتاعتي ومش متأسسة رحت مأجرها وخلاص كده لمدة سنة، فدي داخلة في نطاق الإعفاء. بعد العقارات أو الشقق السكنية من ضمن الخدمات اللي هي معفاة نهائي اللي هي الخدمات المالية. كلمة خدمات مالية طبعا هي محصورة على الجهات اللي مرخص ليها أنها تمارس هذا النشاط، زي البنوك طبعا، تمام، والبنوك دي بتقوم بجزء من كل الأنشطة اللي هي الخدمية اللي بتقوم بيها وتحددت في اللائحة طبعا، اللي هي ذوي الإقراض، التأجير التمويلي، كل شيء بيتم في البنك ده معفي عليه، سواء خدت قرض سواء خدت حولت فلوس، الكلام ده كله يعتبر معفي نهائي. ولكن اشترط شرط أساسي عشان الكلام ده تعتبر الخدمة دي معفية إنها متكونش الرسم متحصلة المبلغ متحصل على كلمة تحويل وكده بصراحة كرسم أو كعمولة أو كخصم تجاري. يعني بمعنى إن أنت جيت النهاردة رحت تحول فلوس وبيديك الشيت، بيطلع لك شيت كده يقول لك عمولة تحويل كذا. لو ذكر كلمة صراحة إن عمولة دي عمولة تحويل في الحالة دي خلاص يبقى دي خضع للفات، العمولة دي نفسها خضع للفات. خلاف ذلك كل معاملات البنك سواء بنوك إسلامية أو بنوك عادية، سواء من الفايدة اللي بياخدوها على الإقراض أو العمولة اللي بياخدوها على الضمان أو الكلام ده كله، كل ده خاضع بسعر إيه؟ قصدي معفي وعفاء نهائي. وكلمة معفي يعني لو هو البنك اتعامل في أشياء واتخذ منه ضريبة ما يخصمهاش، ولكن تخش زي ما احنا قلنا في الكوست والتكلفة بتاعته. طبعا اللي بيحصرنا في الموضوع ده مهم جدا بقى عشان نشوف الضريبة تطبق ازاي وفين حتة مكان التوريد. المكان التوريد جت اللائحة التنفيذية لو احنا رجعنا لها راجع لقالك الاساس في تحديد مكان ترجع للاتفاقية في القاعدة العامة، وفي حالات خاصة ليها الاولوية على القاعدة العامة.
يعني بالنسبة للخدمات، القاعدة العامة بتاعتها الضريبة بتفرض في مكان إقامة المورد الخدمة، دي القاعدة العامة. أي مورد بيورد خدمة، وقلنا الخدمة اللي هي أي حاجة مش ملموسة وما يطلقش عليها كلمة سلعة فهي خدمة، وبالتالي مورد هذه الخدمة محل أو مكان التوريد عشان تحسب عليه الضريبة فين، في أي مكان، في أي دولة، هو محل إقامة مورد الخدمة، دي القاعدة العامة. لكن في حالات خاصة، منها اللي قال لك إيه، طب أنا دلوقتي لو أنا مثلا حالات عندي زي العقارات، الأشياء المرتبطة بالعقار، قال لك لا دي حالة خاصة، بمعنى أي خدمات متعلقة بالعقار، وإن الخدمة المتعلقة بالعقار اللي هي بتزود، ممكن تزود في مساحة العقار، يعني معناها لها ممكن أن أنا أبني أزود في مساحة البنى، الكلام ده كله، أي شيء مرتبط بالعقار ده بيرتبط أو يعتبر مكان توريد هذه الخدمة في مكان مواجد العقار نفسه. يعني لو العقار موجود في دبي وأنا شركة في القاهرة، قصدي في الرياض، وبعمل عليها حاجات خاصة أو خدمات خاصة بالعقار ده، لا يبقى الضريبة دي مكانها في دبي وليس مكانها في الرياض. بالنسبة للخدمات برضو المتعلقة للسلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا، دي برضو بيستثنى منها من القاعدة العامة، ما تبقاش برضو في مكان المورد، قال لك لا دي في المكان اللي بتستخدم فيه هذه الخدمة. يعني أنا النهاردة قاعد في كافيه في الرياض وخدمة النت والإنترنت، فكل القصة دي أنا استفدت من الخدمة دي فين؟ في قلب الرياض، في المقهى في الرياض. فبالتالي إن مفروض الضريبة بتاعتها في محل موجود أو الاستفادة من الخدمة. دي الاستثناءات والقاعدة العامة دي بالنسبة للخدمات. أما بالنسبة للسلع، قال لك إن السلعة مكان توريدها بيتحكم ببعض الأمور. هل السلعة دي إن أنا هوردها وانقلها، ولا أنا وردها بس؟ لو أنا هوردها من غير ما نقلها، يبقى مجرد وحطها تحت تصرف العميل يعتبر ده مكان التوريد وتفرض الضريبة في المكان ده. لو أنا هنقل السلعة دي أو هبيعها أو هوردها مع الالتزام إن أنا نقلها، فهي مع بدء النقل تبدأ تفرض الضريبة، مع بدء النقل. طيب لو أنا هورد السلعة دي وهنقلها وهركبها وعملها، تبدأ دي في المكان اللي تنتهي فيه وينتهي فيه الخدمة في الايه، في التركيب. بس ده حدث برضو شرط. ايه هو الشرط؟ ان انا لو هقدم الخدمة دي لمورد متسجل وفي دول مجلس التعاون، يعني يكون نفس العميل اللي انا هورد له الخدمة دي يكون متسجل عشان اخش. طيب لو العميل مش متسجل، قال لك يبقى لازم المورد يكون هو نفسه متسجل في الدولة التانية دي أو قابل للتسجيل، تمام؟ طيب افرض أنا مش متسجل والعميل بتاعي كمان مش متسجل، يبقى في الحالة دي تفرض الضريبة على المكلف في المكان اللي تم فيه إليه الخدمة. طبعا عندنا أيضا عرفنا مكان الخدمة وإزاي تفرض الضريبة فين، نبدأ نخش بعد كده. طيب أنا سجلت وطبع علي التسجيل وعرفت المكان وقمت بعملية التوريد سواء سلع أو خدمات، وحددنا مكان التوريد وحددنا الضريبة ويتخد علينا. أوكي. فنبدأ في المرحلة بعد كده اللي هي الإقرارات أو استعداد القرارات. طبعا الإقرارات فوق إن الشركات أو المؤسسات اللي حجم عملها معدي 40 مليون فيما فوق، ده إلزام عليها إقرار شهري. أما بالنسبة للمنشآت والشركات اللي أقل من كده، فإقرار كل 3 شهور. والإقرار الضريبي بيظهر في المبيعات الخاضعة بسعر صفر والمبيعات المعفاة، ويدرك فيها كل الضريبة اللي دخلت من كمدخلات اتخصمت منك وانت بتشتري، وتحط فيها الضريبة وانت اللي على التوريد اللي انت خدتها من الناس، ويتعمل كومبير منهم الجانب سواء ممكن تطلع زيادة وبالتالي بتترحل لك بعد كده، او ان انت تطلب ان انت تبقى موجودة وتسدد الفرق ده للهيئة. قدمنا الإقرارات وفي المواعيد. طبعا مع تقديم الإقرار المفروض عليك ان هو اللي بكل 3 شهور، ان هو في نهاية قدامك شهر بعد انتهاء المدة، سواء كنت بتقدم شهري او 3 شهور، قدامك شهر تقدم فيه الإقرار وتسدد فيه الضريبة. طبعا عدم تقديم الإقرار دي موجود في البند الغرامات، لو انت قدمتش الإقرار في الميعاد
فطبعا بيفرض على حضرتك عدم تقديم اقرار ان احنا بنفرض ضريبه 5% تمام من قيمه الايه الضريبه، وعدم تسديد ايضا عليه غرامه. يعني في غرامتين، لو انت قدمتش اقرار وسددت، غرامه عدم تسديد غرام وغرامه سداد. طبعا بعد ما قدمنا الاقرارات وقدمنا دورنا، المفروض ان احنا بنستعد كشركات من دلوقتي ان احنا نهيئ البيئه كلها بتاعتنا، سواء بيئه مستنديه، بيئه الكترونيه، بيئه المحاسبين، لانه افترض علينا ان احنا نحتفظ بالسجلات ونحتفظ بالمستندات، ولازم كل دلوقتي نعدل حتى شكل الفاتوره اللي المفروض هنتعامل بيها في المرحله الجايه. طبعا ده مختصر سريع والموضوع كبير، لكن نسمح بقى لزميلنا بسم الله. السلام على هذه المحاضره الطيبه والتفاصيل الجميله الجزء الثالث سيكون يقدم الاستاذ باسم المنير الطيحي، وهو مدير في شركه ديرت السمين. الاستاذ باسم طبعا مختص في قسم الضرائب، ولديه خبره اكثر من 8 سنوات في الضرائب في المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. أول شيء حب أعرفكم بنفسي، أخوكم باسل الفريحي، مدير في قسم الزكاة والضرائب في شركة إرنست ويانج. وأحب أشكر الجمعية السعودية للمحاسبة على هذا التنظيم، وحرص الجمعية على زيادة وتثقيف المهتمين في المهنة في المجال المحاسبي وفي المجال الضريبي على الوجه الخاص. طبعا موضوعنا اليوم موضوع شيق، موضوع مهم حقيقة، موضوع معظم أو أغلب حديث المجتمع في الفترة الحالية والفترة المستقبلية إن شاء الله. طبعا راح نتكلم عن موضوع ضريبة القيمة المضافة، زي ما تفضل الأستاذ عهدي الأستاذ عهدي زي ما تفضل، ولكن راح نضيف بعض الأمثلة التوضيحية لشرح آلية ضريبة القيمة المضافة من ناحية محاسبية ومن ناحية مالية. طبعا موضوع ضريبة القيمة المضافة زي ما تفضل الأستاذ عهدي هو عبارة عن ضريبة غير مباشرة على الخدمات والسلع، وتخضع لنسبة 5%، وسيتم تطبيقها إن شاء الله في 1/1/2018. طبعا الضريبة هذه اللي يتحملها هو المستهلك النهائي، ودور الشركات هنا تحصيل مبلغ الضريبة وتوريده إلى هيئة الزكاة والدخل. طبعا المستهلك الأخير هو من يقوم بدفع الضريبة. هيئة الشركة هي عبارة عن حلقة الوصل ما بين المستهلك وهيئة الزكاة والدخل. طبعا الآن راح ندخل في المثال العملي مباشرة على أساس نوضح الصورة بشكل أكثر. هذا سلسلة التوريد من المستهلك. بس على ذلكم الليزر بدأ يشتغل أو طبعا في مثالنا هذا لنفترض أن المنتج عبارة عن لابتوب، قيمة اللابتوب. طبعا اللابتوب راح يمر في عدة مراحل في التصنيع. المستهلك الأخير المستهلك الأخير هو من يقوم بدفع الضريبة. لنفترض أن سعر اللابتوب راح يكون أو راح ينباع في 2018 بقيمة 1000 ريال، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة راح ينباع بمبلغ 1050، اللي هو 5% راح تكون قيمة الضريبة. طبعا راح يمر في عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هو لو اللابتوب تصنع كهيكل وتم توريده إلى المرحلة الثانية، اللي هو لنفترض الشركة الأولى هي المرحلة الأولى هي الشركة الأولى، فالمبلغ 100 ريال، سعر 2017 راح يكون 100 ريال، بعد تطبيق الضريبة
في 2018 راح يصبح سعره 105,000 او 105. قيمه الضريبه راح تكون 5 ريال. اذا الشركه اللي هي المرحله الاولى اللي صنعت الهيكل الاول لللابتوب راح تورد لهيئه الزكاه والدخل قيمه 5 ريال. في المرحله الثانيه لنفترض ان الشركه ضافت بعض المواد او بعض الاشياء التقنيه في اللابتوب وحطت شعارها، فبالتالي الشركه راح تبيع المنتج بمبلغ 400 ريال. هذا لو كان في 2017 قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. في 2018 راح يكون سعر البيع 420 اللي هي 5% من ال 400 ريال. فبالتالي الشركة في الحالة هذه تكون حصلت على مبلغ 20 ريال اللي هو مبلغ الضريبة، ومن المفترض أنها تورد المبلغ هذا اللي هو 5% لهيئة الزكاة والدخل، ولكن حقيقة في الممارسة لن يتم توريد اللي هو 5% اللي هو مبلغ 20 ريال، راح يتم توريد الفرق ما بين المحصل من الضريبة مع المدفوع من الضريبة على مشترياتها. فبالتالي راح يصبح الشركة هذه اللي هي أضافت بعض التعديلات على اللابتوب اللي هو المرحلة الثانية راح تضيف مبلغ 15 ريال أو تورد مبلغ 15 ريال لهيئة الزكاة والدخل. في المرحلة الثالثة اللي هو الشركة أو المصنع هذا راح يبيع إلى تجار التجزئة. لنفترض أن الآن الشركة أو التاجر التجزئة راح يبيع اللابتوب بسعر 1000 ريال، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة راح يصبح سعر البيع 1050. هذه 50 المفروض تورد لهيئة الزكاة والدخل، ولكن بما أن اللي هو العامل تاجر التجزئة دفع في مشترياته 20 ريال وحصل 50، فالمفروض يورد لهيئة الزكاة والدخل ما قيمته 30 ريال. لو نرجع نشوف إلى الملخص، قيمة المنتج 1000، بعد ضريبة القيمة المضافة في 2018 راح يصبح 1050، فبالتالي 5 ريال في المرحلة الأولى زائد 15 في المرحلة الثانية 20 زائد في المرحلة الثالثة 30 أصبح الإجمالي 50. محاسبيا تقريبا تقدر تقول مشابهة لضريبة المبيعات. معظم الدول في أوروبا تطبق ضريبة القيمة المضافة، ولكن أمريكا تطبق ضريبة المبيعات. المعالجة المحاسبية هي واحدة، الفرق هو المعالجة المحاسبية. هذا إذا كان المنتج يمر في أكثر من مرحلة توريد. لنفترض الآن الشركة تخضع إلى نسبة 5% وهي معظم الشركات، معظم الأنشطة التجارية خاضعة لنسبة 5%. الشركة لنفترض نفس المثال اللي هو لابتوب، الشركة عبارة عن الوسط اللي في الوسط اللي هذه هي الشركة. في 2017 مشترياتها كانت 5 مليون ريال، بعد تطبيق قيمة ضريبة القيمة المضافة في 2018 ستصبح المشتريات بقيمة 5,250,000. في المقابل هذا تسمى ضريبة المدخلات، لأن الشركة في 2017 كانت تدفع 5 مليون، في 2018 أصبحت تدفع 5,250,000. في عملية البيع لنفترض أن الشركة في 2017 تبيع 10 مليون ريال، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 راح يصير سعر البيع 10 مليون زائد ضريبة 500,000، إذا الضريبة المحصلة 500، هذه ضريبة مبيعات وهذا شكل الأضرار. فالمعالجة المحاسبية راح تكون كالتالي: ضريبة المبيعات 500,000، ضريبة المدخلات اللي هو الشركة دفعتها بعد تطبيق النظام 5% 250,000 ريال أصبح قيمة الضريبة، إذا صافي الضريبة الواجب سدادها لضريبة هيئة الزكاة والدخل هي 250,000. هذا إذا كان النشاط خاضع لنسبة 5% وهو أغلب الأنشطة. المثال الثاني الآن لنفترض أن الشركة نشاطها خاضع لنسبة 0%. زي ما قلنا نفس المثال، الشركة هذه هي المثال على الشركة اللي في النص. في 2017 مشترياتها 5 مليون ريال، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبحت مشترياتها 5,250,000، ولكن في عملية البيع في 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة كانت مبيعاتها 10 مليون في 2017، في 2018 أيضا ستصبح بقيمة 10 مليون لأن ضريبة القيمة المضافة صفر. فبالتالي الشركة ستستفيد
من الضريبة على المدخلات اللي قيمة المشتريات زادت ب 5% اللي هي مبلغ الضريبة، فبالتالي الشركة لها الحق في استرداد 250,000 ريال كاسترداد ضريبة. طبعا زي ما تفضل الأستاذ مهدي وشرح الأنشطة اللي خاضعة لنسبة الضريبة الصفر اللي هي الأدوية، شركات الأدوية وشركات المعدات الطبية، الشركات اللي تعتمد على التصنيف الخارج. طبعا نجي للمثال الثالث، الشركة إذا كان نشاطها التجاري خاضع أو معفي من ضريبة القيمة المضافة، الشركة هي اللي في الوسط. نفس المثال، 5,000,000 ريال قيمة المشتريات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبحت المشتريات قيمتها 5,000,000 زائد 250,000 قيمة الضريبة. فبالتالي بعد عملية البيع أو في عملية البيع الآن، الشركة في 2017 تبيع ب 10,000,000 ريال. بما أن النشاط معفي من ضريبة القيمة المضافة، إذا لن يتم إضافة الضريبة، فبالتالي المبيعات راح تكون بقيمة 10,000,000 ريال. ولكن الفرق ما بينها وبين الشركات اللي نشاطها خاضع لنسبة 0% أن تكلفة 250,000 قيمة الضريبة لا يمكن للشركة أن تسترد في الحالة هذه، سوف يكون ضمن البضاعة المتاحة للبيع أو تكلفة المبيع أو تكلفة المبيعات. نعم. طبعاً الآن نتكلم عن موضوع أثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات. الشركات لابد أنها تكون جاهزة في تنظيم الجانب المحاسبي في الشركة من ناحية تقنية كاي تي ديبارتمنت أو الشركات أو الأقسام الأخرى، فلابد أن يكون المستندات أو المعالجة الضريبية واضحة وفي النظام لكي يتم توريد المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والدخل بالشكل السليم. وأيضا من النقاط الرئيسية في الشركات التي تعتمد على التصدير للخارج، لابد منها أنها تحتفظ على مستندات ثبوتية أصلية، موقع من صاحب صلاحية إلى آخره، لكي يحق لها استرداد الضريبة على مدخلاتها أو الضريبة على مشترياتها. وبرضه في نقطة ثالثة وهي مهمة، اللي هو تسجيل المجموعات الضريبية بأن يتم تقديم إقرار موحد للشركات التي عندها أكثر من شركة تابعة. طبعاً الموضوع اختياري ليس إجباري، إذا كان الشرط ينطبق عليها اللي هو امتلاك نسبة أكثر من 50%، يحق لها الشركة أنها تطبق تطبيق الإقرار الموحد. فبالتالي الشركة تنظر إلى الوضع المناسب لها من ناحية مالية وتعمل عليه. والنقطة الرابعة والمهمة أيضاً، اللي هو بعض الشركات عندها عقود وسيتم تطبيق أو سيتم تنفيذ العقود في السنوات الجاية، والشركات هذه وقعت عقد قبل 2018، لابد أن تأخذ أثر هذه العقود وتعديل في قيمة العقود حسب الشروط الخاضعة. طبعاً أيضاً من الآثار على الشركات أربع نقاط، زيادة الأعباء الإدارية، ومن ضمنها الآن في مرحلة التحول من عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في أعباء إدارية تتحملها الشركات كتعيين مستشارين، كتحويل النظام الآلي، فلا بد الشركة تكون حاسبة الحساب هذا قبل 2018. وبرضه من النقاط الرئيسية التأثير على رأس المال العامل. رأس المال العامل عبارة عن اللي هو من ضمن الأشياء المهمة في ضريبة القيمة المضافة اللي هو الكاش فلو ستيتمنت. لابد من الشركة تكون حريصة ويعني عندها الخطط لكي تتفادى أي عجز في الميزانية أو نقص في السيولة. والنقطة الثالثة أيضا اللي هي زيادة تكلفة السلع والخدمات المعفاة. زي ما ذكرنا أن الشركات اللي معفية من ضريبة القيمة المضافة، بالتالي تكلفة مشترياتها راح ترتفع، فلا بد من الشركة أنها تكون عندها خطط استراتيجية لتعديل الأسعار إذا حابة. طبعا هذا القرار يرجع لكل شركة على حدة. والموضوع الرابع، ارتفاع أسعار السلع والخدمات ابتداء من عام 2018، لذلك ممكن يؤثر على الطلب، ف
فلا بد ايضا من الشركات انها تكون على بينه واستعداد تام لهذا الموضوع. طبعا هنا عرض يخص الشركه والاقسام الخاصه لكل شركه. طبعا هذه الشركه عندها اكثر من قسم، الموضوع يؤثر على جميع الاقسام. قسم المشتريات له دور في موضوع عمليه ضريبه القيمة المضافه، قسم المبيعات، الموارد البشريه، تكنولوجيا المعلومات، جميع الاقسام هذه لها اثر في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالتعاون مع الاداره الماليه. لان قسم المشتريات في 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 الشركات اللي عندها عقود طويله المدى وقعت في السابق لابد من تعديل العقود، فلابد من دخول موظفين قسم المشتريات في الموضوع. قسم المبيعات ايضا لابد من اعاده دراسه الاسعار لكي وضع الاسعار المناسبه لمنتجاتها. الموضوع برضو اللي هو قسم تكنولوجيا المعلومات من اهم الاقسام اللي الشركات لابد ان تشتغل عليه، اللي هو تنظيم النظام الالي في الشركات لكي تتفادى اي نقص مبالغ مفروض انها تورد لهيئه الزكاه والدخل، لان اي نقص في المبالغ سيترتب عليه مساءلات قانونيه وغرامات ماليه. واخيرا طبعا هو الاهم، موضوع الاداره الماليه هي عباره عن حلقه الوصل ما بين الاقسام والنظام الالي لكي يتم تطبيق ضريبه القيمه المضافه بشكل سليم. وشكرا لكم، وان شاء الله تكونوا استفدتم من المحاضره، وان شاء الله يكون اللقاء مستقبلا بمحاضرات. شكرا الاخ باسل على هذه المعلومات الجيده. طبعا لا شك يعني ان ضريبة القيمة المضافة يعني على الرغم يعني من تطبيقها في المملكة أو يعني مطلع العام 2018، إلا أنها الحقيقة يعني بشكل عام في أغلب الدول تعتبر يعني ضريبة أو نوع من أنواع الضرائب التي طبقت حديثا أو نسبية حديثا، فهي يعني لم تدخل في حيز التطبيق تقريبا إلا في منتصف القرن السابق، يعني 1954 بدأت تظهر بوادر هذه الضريبة في فرنسا، ثم يعني تم تطبيقها في فرنسا في عام 1967 تقريبا، ثم يعني في الدول الاوروبيه، ومن هنا انتشرت في منطقه اوروبا بالتحديد والدول الاخرى يعني. فهي يعني لا نستغرب ان هناك كثير من الاسئله، كثير من الاستفسارات، كثيرا من الضبابيه، لانها يعني حتى على المستوى العلمي والمستوى الاكاديمي لم تكون يعني لم تاخذ نصيبها مثل ضرائب المبيعات او ضرائب الدخل، لانها ضريبه زي ما ذكرنا ضريبه حديثه نسبيا. ولكن مع انها ضريبه حديثه نسبيا الا انها الحقيقه يعني انتشرت بسرعه في كثير من الدول، فنجد تقريبا ما بين الدول التي يعني الاعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقريبا 180 دوله في صندوق النقد الدولي، تقريبا 118 دوله طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة، فنتكلم عن تقريبا حوالي 65% من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مطبقة هذه الضريبة، فطبعا لمزاياها اللي يرونها الدول أو المشرعين. فمثل مثل أي نظام ضريبي، أي نظام اقتصادي، في مزايا في عيوب، لكن يغلب الظن يعني على كثرة استخدامها أن مزايا تطبيقها أصبحت يعني أفضل من عيوبها. لأن مهما كان يعني أي نظام يقوم فيه فهي توازن، فلذلك يعني هذا اللي يمكن يعني جعل دول مجلس التعاون تتجه إلى هذا النوع من الضرائب، لأن حتى وإن كنا نرى أن فيها تعقيد فيها صعوبة، لكن يرون أنها سهلة التحصيل بوجود طرف مقابل بعكس الضريبة اللي تكون على ضريبة المبيعات، فسهولة ضمان تحصيلها، لأن زي ما ذكروا الاخوان في المحاضرات وخصوصا الاخ باسل في المثال، تجد في مراحل، فالمراحل هذه تضمن التحصيل. المرحله الاولى حيدفع جزء معين، فعلى اساس يستفيد من الاسترداد يضمن انه ايش؟ يورد مصلحه الزكاه، فهناك زي ما يقولون كان في قيد مزدوج، في طرف اخر رقابي خارج منظومه هيئه الزكاه والدخل. طيب اعتقد يعني المجال الان متروك للاخوه الحضور للمشاركة أو يعني للأسئلة، فإذا كان بالإمكان يكون السؤال يعني واضح وموجه لأحد الزملاء المحاضرين فنبدأ. طبعا ناخذ طبعا في كذلك الأخوات الموجودات، فنبدأ بالأخوان هنا ثم الزميلات.
طيب وين نبدا من هنا؟ خلنا نبدا من هنا الاخ اليسار، لانه يقول لي يوم جانا عنده سؤال يعني من قبل ما تبدا المحاضره، يقول جاي عشان اطرح سؤاله. تفضل شغل اسمك. اعرف باسمك لو سمحت والسؤال. اسم معكم خالد عبد الله غلاس من مزارع الروابي. احنا نشاطنا زراعي، طبعا ننتج خضار. عامة المزارعين بالعادة يعني يشترون البذور والأسمدة والمبيدات، ولما يجي وقت الحصاد وترسل الخضار في الرياض للسوق العام في الحراج، طبعا اللي يبيعها الدلال، يترسل الخضار هو يبيعها المزارعين، فهو ما يصدر الفواتير ويبيع التاجر عنهم، تجي سيارات الخضار عن جميع المزارعين وهو يبيع عن الناس. فهنا السؤال اللي أنا محير، فهو ما عنده سلعة هو استخدمها يبيعها أو سؤال مرة ما عنده فواتير قلت؟ لا نسمع. بعيد أنا أسمع. هو سؤال الأخ يقول إنه يعني كمزارع إنه يورد يعني منتوجات زراعية للسوق اللي هو الحراج، ولكن المزارع بالعادة ما عنده فواتير يسجلها، فمثل الحالة وش الوضع يعني قصدي؟ ها؟ إيه ما هو شلون يستفيد من الاسترداد؟ إيه شلون يستفيد من الاسترداد؟ وهو ما هو اللي أصدر الفواتير، أصبح أنه هو المواطن، أنه هو باع الخضار وأعطى باع اللي تحتهم بعد الجملة اللي هم البسطات، صار المزارع كأنه هو المواطن، كأن المستهلك النهائي. فهذا يعني يعتبر نظام الحراج، أو ممكن يطبق عليه غير المزارعين اللي هو نظام الحراج، ممكن في واضح. طيب نأخذ سؤال من الأخوات وبعدين نجاوب عشان نكسب وقت. نعطي سؤال للأخوات، تفضل أطلع اللي في الصف الرابع أو الخامس، وجه لأي واحدة أنت رأى السؤال. السلام عليكم. السلام. نور القحطاني، شركة سعودية الكورية. الصوت اسمه. نور القحطاني، شركة سعودية الكورية. أنا سؤالي للأستاذ باسل، شكراً على المثال. أبغى المعالجة المحاسبية، بس مو على مستوى، أنت أعطيتنا مستوى عقد كأنه بيمر بكل مراحل على حياته في شركة وكذا. خلينا نأخذها فاتورة مشتريات وفاتورة مبيعات. يعني أنا إذا فاتورة مبيعات عندي أضيف 5% على كل فاتورة أفوتها، وإذا كانت جايتني فاتورة مشتريات من مورديني أنا بخصم 5%. هذا أنا السيناريو اللي في راسي، يمكن أكون خطأ. فالمفروض إذا أنا بخصمها على فاتورة المورد أسجل عندي في الريفينيو أي كريدت. إذا كانت على الريسيفبل عندي أنا حطيتها فاتورة المبيعات، أباخذها ديبتد على الإكسبنسز كأنها مصروف خصوم. بعدين المفروض أطلع النت ويكون عندي حساب لايبيليتي أوديها لهيئة الزكاة وأعمل النت فيها. يعني أنا بجمع فواتير والفروقات ما بينها أوردها، إذا أنا وسيط أوردها لهيئة الزكاة. فلو تعطينا تفصيل عن القيد المحاسبي كيف يصير بالضبط يكون أفضل، أو تحيلني على مالك. طيب هل سؤالي واضح؟ طيب. طيب نترك الجواب الآن بالنسبة لحالة المزارع الأستاذ عهدي، ثم نرجع لأخ باسل. أنا أحب أفهم حضرتك، أنت بتتكلم أنت بصفة شركة زراعية بتجيب الخضار من المزارع، ولا أنت بتتكلم عن المزارع نفسه؟ بتتكلم عن المزارع نفسه اللي هو بيطلع الخضار من الأرض بتاعته ويروح يوديها للحراك، مش كده؟ وطبعا زي ما احنا قلنا ان تعريف النشاط الاقتصادي ان هو نشاط يمارس بصفه مستمره، تمام، ويكون من هدفه ان هو يحقق منه دخل، تمام. صاحب الارض الزراعيه اذا اعتاد ان هو يمارس الامر ويوديها هو بنفسه
لسوق الخضار وبيتعامل مع في سوق الخضار مع وكالة. الوكالة دي أصلا منشأة تجارية المفروض ولها سجل تجاري ولها ما بتعمل. في الحالة دي الوكالة بتخش إنها مجرد عمولة، بمعنى إن المزارع ده بيروح يحط الزرع بتاعه في قلب الوكالة دي ويجي الوكالة هي تعرضها للتجار في السوق بيشتروا منها بالجملة. ده النشاط اللي بيقوم إليه. لا توجد وكالة. دلالة. لا مش عقود وكالة. مش عن عقود وكالة. يصل وكالة يعني يعني وسيط. أقصد الوكالة هو كيان ذات حراك اللي هو بيتجمع سوق جملة، بيتجمع فيه المزارعين جميعهم ويحط خضارهم عند واحد بيقوم بالدلالة أو بأن هو يكون وسيط في ما بين البيع وما بين المشتري. بالنسبة للوسيط اللي هو بين أمام الشاري ده مجرد عمولته، هو بياخد عمولة على البتاع ده، عمولته ده خاضع لضريبة الفات على العمولة بتاعته. تمام. اما بالنسبه بياخدها من ايه، لان هو نشاطه كله هو العموله. اما المزارع اللي انت زرع الخضار او الكلام ده كله، التاجر في النص ده مش هياخد منه عموله، مش هيعمل منه اي حاجه، لان ده مجرد وسيط لك، ده اللي بيتحصل منه ويطلع فيه الفاتوره بوجب عموله فقط لك. يبقى هنا في الحاله دي لا ياخد ضريبه من المزارع ولا ياخد ضريبه من التاجر، على مجرد عمولته فقط لك. طيب السؤال الثاني لك باسل المعالج المحاسبي. إيه بس انا عندي استفسار، انت تبين القيود لو انت الشركه البائعه او المشتريه؟ انا الان شركه، عندي مدفوعات وعندي اكونت بيبو وعندي اكونت ريسيفبل. اي نعم. فانا اذا فوترت كفاتوره مشتريات بضيف 5% للمستهلك الاخير. صحيح. واذا جاني من مورد بخصم انا 5% واحطها عندي في الديسكاونت. عاده احنا اذا في ديسكاونت على الفاتوره نحطها تحت الريفنيو. اذا كانت بالنسبه للمبيعات بحطها تحت المصروفات فتكون ديبتد في الريفنيو كريدت. طبعا اصلا انا هنا قاعده اجمع لمصلحه هيئه الزكاه، فالمفروض اني احط انا يكون عندي اكونت في تحت الليابيليتي. صحيح. اللي هو فات تاكس ريتين. انا ما ادري انكم الاكسبرت، بس انا ذات يعني وات از ان ماي مايند اجمعهم، يصير النت الصافي حقتهم واوردها، لانه مستحيل اني انا اكون عايشه كل مراحل العقد زي ما ذكرته انت الحين اللي هي دوره المشترى سلسله التوليد. ايوه السبلاي تشين. فممكن انا ما اكون الا طلعت في 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 فتره معينه منها. فاعتقد على مجموعه يعني عمليا بالنسبه للشركات انت بتتعامل مع فواتير بيع وفواتير شراء ومطلوب منك انك تحصلها وتوديها للهيئه. عاد كيف يكون التفصيل حق القيد؟ هذه اللي احنا نحتاج مساعده الهيئه ومساعدتكم في القيود. طبعا في الحاله هذه الشركه لما تشتري مشتريات، هل نفترض بدون مثال 100 ريال اصبح 105 مع اللي هو 5% قيمه الضريبه المضافه، القيد بيكون كالتالي: من حساب او من مذكورين حساب المشتريات بقيمة 100 ريال وحساب الـ VAT اللي هو الدائنون إلى ضرائب مستحق. إيه؟ إلى مستحق أو كاش طبعاً إذا كان دفع كاش. والعكس في حالة المبيعات، في لما تبيع القيد راح يكون من حساب نقدي إذا البيع نقدي وإلى المبيعات، وبالتالي الفرق ما بين اللي هو الدائنون والمدينون بالزيادة وبالنقص هذا هو اللي يورد لهيئة الزكاة والدخل. طيب انا ناخذ سؤال، وين الميكروفون؟ عطل اخر سؤال. اعطيه شداد مدير مكتب رودت استري القاعده العامه ان احنا دلوقتي جميع ضريبه على وكالات سواء مصروف عمومي او مشتريات سيتم خصمه اذا كانت مخرجاتي قطعة الضريبة بسعر 5 أو سعر 0 فيما عدا الاستثناءات الواردة في المادة 50 ومنها السيارات المقيدة. عايزين نعرف الآلية اللي حددتها اللائحة، كيفية معرفة السيارة المقيدة إذا كنت هستخدمها. كيفية معرفة إيش؟ السيارة المقيدة مادة النقل يعني لا أيوه واردة كده في نفس المادة السيارات المقيدة. تمام؟ نصت ان هي لازم تبقى مخصصة للتشغيل العمل فقط وليس استخدام خاص، بما فيها
إذا كانت سيارة من السيارات المقيدة فجميع مصروفاتها أيضا لن تخصم الضريبة على مدخلاتها. الآلات اللي احنا هنعرف فيها السيارة دي مقيدة ولا غير مقيدة إزاي؟ النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها مادة 46 اللي اتكلمت على الأساس النقل. هل مع هذا الأساس هكون ملزم إن أنا أمسك مجموعتين دفتريتين، واحدة للأغراض الضريبية وواحدة إن أنا أطبق فيها الأيفرس؟ لأن احنا دلوقتي مفروضين إن احنا نلتزم بتطبيق الأيفرس برضه من 2018. خلاص؟ وأنت اديت لي أوبشن في المادة 46 إن أنا أستخدم أساس نقل. طب أنا همسك مجموعتين؟ المادة 29 إيه المقصود بالخصم التجاري في الخدمات المالية؟ التوريد المفترض. عرفنا إن في حالتين أو ثلاث حالات لا يعد توريدا مفترضا. الحالة الأولى اللي هي العينات والهدايا الترويجية إذا كانت في حدود 200 لكل متلقي وفيما لا يزيد عن 50,000. ثم أتت الفقرة التالية وقالت السلع التي تقدم من الموظفين وبرضه لكل متلقي 200 وفيما لا يزيد عن 50,000. هل ال 50,000 يقصد بيها البندين ولا كل بند 50,000؟ لأن صدر بعديها فقرة قال لك إن السلع والهدايا والعينات لا تزيد عن 50,000. يبقى معنى كده إن 50,000 شاملة الاثنين. لو نرجع لها، لأن لما جاء للموظفين قال سلع، ولما جاء في الأول قال هدايا وعينات ترويجية. وبالتالي أنا بقرأ المادة دي إن 50,000 للاثنين. إحنا عايزين تصحيح لهذه المعلومة. برضو آخر سؤال. معلش خل أعطى غيرك. شكرا. أعطى الأخ اللي خلفينا. لغة ربيع. أنا أحب أتكلم وأنا واحد. بس اختصر لها زين. بالنسبة حنا أسئلتي هتكون تقنية أكثر. أنا كيف أتعامل مع المخزون؟ هل أسترد المخزون استرداد على المخزون عندما يدخل في الإنتاج، أو عند شراء المخزون أقدر أسترد يعني رأساً أسترد من قيمة المدخلات؟ هذا واحد. الشيء الثاني بالنسبة للأصول، أنا كيف أتعامل مع الأصول؟ كيف أسترد الأصول؟ كيف استرد 5% على الأصول؟ هل استردها بحجم الاستهلاك اللي يدخل بالإنتاج على حسب الاستهلاك، أو استردها مرة واحدة دفعة واحدة؟ الشيء الثاني، السؤال الثالث عندي للأشياء المقطوعة، عندما تكون عندي فواتير مقطوعة فيها بروموشن وفيها كذا، كيف أوزعها وأنا استردها وداخل عندي عدة أشياء داخل، مثل عملية في الكلينيك في الطب، عندما أنا أقول والله بسوي لك العملية هذه ب10,000 ولكن تدخل فيها قطاعات أخرى كذا وإلى آخره وإلى آخره. هذه واحدة. الشغلة الثانية العقار، بالنسبة للعقار، العقار السكني، تكلمتوا عن العقار السكني بس ما تكلمتوا عن البناء. العقار السكني إذا أنا أبني بيت خاص فيني، كيف هل أسترد 5% أو لا؟ هذه واحدة. الشيء الثاني المختلط في العقار، من أكون أنا فرد ولكن مؤجره مستغله كتجاريا، كيف استقطع 5% من الناس او لا استقطع ولا استقطع؟ عندنا اسئله واجد. معلش احنا بنحاول محاسبين، احنا محاسبين قانونيين وتجينا الاسئله. المحاسبين الاسئله توجه لهم، احنا نبغى نتلقى الاسئله من غير المحاسبين القانونيين. طيب ناخذ سؤال من الجهه اليمنى، ما احد اخذنا منه، تودي الجهه اليمنى وننتقل لاخواتنا. اثنين سؤال او سؤالين. طبعا يعني والخبز محدد من الدوله بريال رخيص او
يعني مع ذلك بس تفضل يعني بس عشان بس تكون الصوره واضحه احنا هنا يعني المحاضره هي ذات طابع علمي يعني في البحث العلمي يعني احنا نجاوب يعني بمعرفتنا لا خليكم معرفتنا او معرفه الزملاء العلميه لكن لا نمثل اي جهه تشريعيه فاحنا نجتهد في الاجابه لكن لا نمثل يعني لا مصلحه الزكاه ولا الجهه الحكوميه احنا جمعيه علميه طبعا قال لسه في الماضي لا تتوقع فانا عشان كل اسئله طيب نجاوب اجابات سريعه على الاخوان وبعدين نروح للاخوان ناخذ السؤال الاول اللي سال الاخ هنا على الماده الاليه في كيف ماده السيارات المقيده استاذ طبعا السبب المقرر لو تتكلم بسبب الشركه او المحاسب بتاع الشركه المحاسب بتاعته عايز هيك كده بيخلص شهر مبادرات حطها في القرار ان عنده مقاطع اول تمام دي لازم ترجع لسياسه الشركه هل الشركه من سياستها انها تجيب مسيرات للمديرين والمدير التبعات والمحاسب وده ده موجود عندها في سياستها بتجيب للجميع فبالتالي في الحاله دي عشان الشغل تبعها مسيره مش مقرر لكن لو هي ما بقتش من سياستها تجيب السيارات دي لكن فيها مدير عندها مدير متميز شويه عايز تجيب له عربيه على اساس ان هو يريحه ويفضل معاه في الشركه. ده في الحاله دي هتبقى دي سياره مقيده بمعنى انها خاصه بالشخص ذات نفسه مش عشان العمل. لكن لو الشركه بصفه عامه عندها طبيعه عملها اصلا لازم تجيب سيارات للموظفين ومفيش تمييز ما بين موظف كبير وموظف صغير، سياسه انها تجيب سيارات، انواع مختلفه ماشي. لكن حاطه سيستم انها تعمل المديرين سيستم اللي عندها ان المديرين هيجيبوا سيارات. ما بقاش سيارة مقيدة. لكن جدها مدير واحد من المديرين هو ده يديله سيارة دي في الحالة دي تبقى سيارة مقيدة وخلاص. طيب السؤال عن المادة 46 اللي هو الأساس الناقدي ملزم هل هناك إلزام بمعرفتك يعني هذا ملزم بمسك نوعين أو خرجت باسمك إذا أوبشن أعطته اللائحة في التسجيلات حضرتك الناس اللي هم دخلهم 5 مليون في المعقار فهي حضرتك اديت الأوبشن دي على أساس إنها حجم العمل صغير وبيتوقف على التحصيل. عشان ما تعملكش بس يعني تربكه في الكاش في اللوبه عندك فبدك تنزل انت عايز الازاز ده بتقدم القرار ده انا عايز اتابع انما اللي حصله هدفع عليه ده واللي حصله محسوب فمعنى كده انت حاجه امسك لا ده ترجع لك انت بقى في دفاترك انت طبعا ايه الدفاتر بالنسبه للفات حاجه مستقله تماما وحساب مستقل تماما على النظام المحاسبي دي لا دفاتر ولا مستقله فانت في الحاله دي طبعا تمشي زي ما انت ماشي بشكل عالي لكن انت اخترت الاساس النقدي تتابع كل التعليمات المحاسبيه الخاصه بالاساس النقدي. السؤال الاخ المحاسب سال عن استبدال المخزون. اي مخزون يتم شراء الشركه خاص بالنشاط الشركه بغض النظر انباع او ما انباع يحق للشركه تستمر بعد تقديم الاقرار هل في عندك الدفع؟ بغض النظر دخلت الانتاج او لا، ما لها علاقه بموضوع بس مستقبلا راح الهيئه هذا موضوع اخر، هذا ممكن الهيئه تفيدك فيه، بس من ناحيه محاسبيه يحق اذا بعض الشركات بتقول بالضبط هذا يعني الهيئه هم طيب لعل طيب السؤال كان العقار السكني الاخير او السؤال نفسه كان العقار السكني العقار السكني كتطوير شركات تطوير العقاري نشاطها خاضع لتركيب المقاطع. الايجار هو الذي بناء شخصي ما ينطبق عليه لانه ما عنده شركه تجاري فبالتالي ما يستفيد من ناحيه الاستبدال او دفع اذا شخص بنى شخصي معلش هذا اسمع اذا الشخص بنى شخصي الشخص ما هو جهه تجاريه ولا عنده شركه تجاريه فبالتالي ما هو مسجل في هيئه الزكاه والدخل فبالتالي لا يستفيد لا من الاستبداد ولا من التاجر اللي يبيع لي الماتيريال الادوات حيضيف عليه حيتحمل التكلفه انا هل استلمت ال 5% هذا كشخص؟ كشخص غير مسجل ولا شركه؟ كشخص لا ما انت غير مسجل انت مسجل طيب معلش تفضل السكن الخاص لا يشمله هذا وهذا من السكن الخاص وش الفرق بين البناء والشراء؟ طيب هذا ممكن الهيئة طبعا هذا الآن اللائحة صدرته النظام صدر الممارسة هي التي تحدد جميع الثغراتها يعني. هو عندي رؤية تأثير فقط بتكلم عن كلمة تأثير لا البيع والبيع شخص والبيع ده
مش معتاد المشروع التجاري. يعني مو بإنشاء، عقار، بيع عقار. ما أدري والله، يعني ترى الإمارات تخدم إلى إنشاء. طيب السؤال كان في مجال يمنع على قضية مصالح القطاع النقل الإسلامي. بالنسبة لوزارة القطاع النقل والبنزين، كل حضرتك اتكلمت عليها وسأل السؤال، ده هو يخص النقل الدولي، فهو خارق سعر السعر. طيب مبيعات الخيرية،
ناخذ السؤال الاخ جنب الدكتور سعد. السلام عليكم. عمر راشد مستشار في مركز دبي للاعمال. عندي سؤال، عندي طلب من الاخوه الدعاء لكم ان شاء الله وانتم ماشيين في السيارات اليوم. الله يجزاكم خير. الشيء اللي تسوونه يبغى يتكرر. واتمنى لو نقدر نتعاون معكم في دبي. ندعوكم عندنا ايضا لعمل محاضرات يمكن تعطش الناس للمحاضره. شكرا. شفنا الاخوان الجمعيه راح ان شاء الله ياخذون هذا الامر بعين الاعتبار. بعد 30 مايو 2017 حتى نهاية السنة. الآن حسب المادة إنه الأقساط كل قسط كل قسط حيعامل على أساس إيش؟ توريد مستمر. الآن الأقساط يعني العقود السابقة. عاد اللي جاء عامل بنزل. كيف؟ طيب تعطيني خبر. السلام عليكم. السلام صباح. نشاطنا طبعاً نقل المنتجات البترولية. استفساري إنه هل المنتجات البترولية عليها قيمة مضافة؟ منتجات بترولية. مثل النقل. نقل. أنا أشتري من أرامكو. أنا أشتري أرامكو مثلاً سعر ريد البنزين حوالي 26. هذه تضاف على المحطة البنزين. أنا أرفع عليه. واو. فمحطة صاحب المحطة يدفعها المستهلك. في الحالة هذه السعر الذي حيتغير ولا حيظل ثابت أو تصير خسارة فقط على صاحب المحطة مو على المستهلك. طيب ما هي الخسارة؟ هي واحدة. أعطى الأخ اللي وصل معلش أنا أقول سؤال أعطى بعدين يلا أعطى. السلام عليكم. خالد عبد المشرف كندر كمبيوتر. حضرتك أنا لو جيت آخر السنة يوم 31 بعت بيع هيورط بالبيع يوم 1/1 تدخل على الفاتورة طبعاً حضربية هتدخل على الضريبة ولا لا؟ المبيعات لما تروح 30 ديسمبر 31 ديسمبر. حاجة ثانية نسخة الفاتورة اللي هتطلع الضريبة تطلع بالعربي ولا بالإنجلش؟ لأن أنا كل استسمعني الإنجلش مش هينفع أغيره. دخلت في نظام الدراسة التجارية. أعطوا للأخ الأخ الأخ السؤال بعد كده. السلام عليكم. مهند نايف من مكتب الصرف. أنا بس ودي لو تكون فكرة في مجال ايش؟ التأمين. التأمين عمرها سنة. ايه. وهي كلها أقساط. طيب. فهل احنا ملزمين ندفع الـ VAT على مبلغ التأمين كامل ولا على حسب الأقساط المستحقة؟ خلاص الأول بنوقف الأسئلة نجاوب بعدين ننتهي لأنك الوقت. إذا سمح الوقت سمح الله. السؤال الأول كان المبيعات والجمعيات. بالنسبة للجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية. إذا كان نشاط هي مقتوية على نشاط غيري يعني بحق دخل بحق غير فهو خاضع للتدخل. طيب. الثانية الأقساط. قلنا بالنسبة للأقساط أي حاجة في الفترة الجديدة اللي هي قبل 1/1/2018 لو أنت معقد على توريد بس توريد مستمر يعني على أقساط من يوم 1/1 أي قسط هيحل ده عليه ضريبة. بالنسبة للمقابل أيضا أي خدمات أو السلع اللي لسه واحد اللي سألت دلوقتي إنها 31/12 طلع الفاتورة قلنا في أساسيات في حساب الفاتورة قلنا ثلاث حاجات في الأول خالص هي تاريخ إصدار الفاتورة أو التحسين أو تحقق التوريد أيهما أصبح يستحق عليه التبرير ده فين القاعدة العامة دي القاعدة العامة يا تاريخ التوريد يا إما تاريخ الفاتورة يا إما تاريخ التحسين لكن الاستثناء في فترة الغيبة ان انت النهاردة تحديد الخدمة تم قبل تطبيق النظام ولا بعد تطبيق النظام اذا الخدمة فاتت لسه طبق بعد النظام لا خضع على الجزء اللي لسه ما اتطبقش زي المدارس مثلا زي العقود التأولات وزي الجزء اللي هتبقى بعد 2018 لا خضع على الجزء لأن كده مش طبق على الجزء الا اذا قلت كده. كان العقد موقع قبل 31/5/2017
2014. اما اذا وقع بعد 31/5/2017 فبالتالي ملزم ان الفتره اللي تخص 2018 يضيف فيها ضريبه 200. طيب لازم نتحقق فيها اربع شروط، يعني العقد اللي هيتمضى قبل 1/5/2017 في اربع شروط اساسيه، لو ما اتطبقتش عليهم يبقى القاعده اللي تفضل بها الاستاذ الفاضل ما تتطبقش عليه. لازم الاربع شروط يتطبقوا ان العميل اصلا يكون نجاح بدون قصد، يعني لازم يكون العميل اساسا مسجل، وبالتالي هو المستهلك النهائي بالنسبه لك فهو مش هيبقى مسجل، وفي الحاله دي فقط بشرط من الشروط يعني صعوبة استحالة، أنا أقدر أقول استحالة تطبق القاعدة. الوثائق التأمينية خلاص نسألها. عبارة عن شركة أو شركة وساطة تأمينية، إذا كانت شركة وساطة في الحالة هذه الجزء اللي حققت فيه مبيعاتها تورد فيه من الضريبة في المواقع. ناخذ سؤالين من الأخوات وبعدين نرجع. ماشي. وثائق التأمين الشركة. إيه. Thank you.
المصاريف العمومية أي ضريبة تخصم عليها تخصم. طيب الشغلة الثانية أستاذ عاهد مستشار في الضريبة ويمري كل الإخوان أكيد اللي موجودين هنا واللي موجودين بره الهدف من حضورهم إذا مثل هيك ندوات الفائدة بحيث إنه عندهم الأسئلة مبهمة. فإذا اليوم أنا الأخ عاهد يعني مع احترام ما بده يجاوب ويكون جوابه بالنسبة لنا هو إجابة موثقة تمام، وبنفس الوقت إذا بتصل على واحد ثلاث ساعات ثلاثة ما حد بيجاوبني جواب موثق، وإذا بروح بقعد في هيئة الزكاة في المربع وبيجاوبوني بس لائحة تنفيذية المادة رقم كذا، فمعناته مش عماله الندوات هي بتعطي نتائجها، لأنه الكل متشبع إنه يأخذ كيف بده يمشي، مش بده يأخذ نحكي له اللائحة التنفيذية المادة رقم كذا بتحكي هيك. كلهم كل الموجودين عن ظهر القلب حاطين اللائحة التنفيذية أكثر حتى من موظفي الزكاة والتغيير. بدهم الإجراءات، بدهم إجراءات لأنه هو بده يروح يطبق. شكرا. طيب بس الأخ باسل نختم الأسئلة معلش، الأخ باسل والتعليق الأخير بعدين من المستضيفين إلى الأسئلة. تعليقا على كلام الأستاذ الفاضل، هذه الندوة ندوة توعوية وتنظيرية لضريبة القيمة المضافة وليس إجابة بشكل تفصيلي، لأن الإجابة بشكل تفصيلي على جميع الأسئلة راح يتطلب ساعات، وبعض الأسئلة تكون معقدة، وبعض الأسئلة نادرة، وبعض الأسئلة إلى الآن في نظام ضريبة القيمة المضافة ما هي واضحة. هذه أشياء الممارسة هي راح تجاوب عليها إن شاء الله بعد زمن. تعالوا مع مكتب المحاسب القانوني إن شاء الله. معلش يا أخوان. لا 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 تسمحون بس معلش يعني إحنا هنا في محفل يعني محفل الجمعية وجامعة مشكورة يعني تحاول أن تشارك في مثل هذه الأمور الاقتصادية المستجدة لأن تقدم ما لديها، لكن قضية الممارسة على الإجابات موثقة هذه طبعا لا تشتري. في الأخت اللي سألت بس لأنها طلبت التأكيد على الإحلال جاوبتها الله سمعت اللي هي قضية الإحلال هل هي يعني يعني ولا أنا أقول لك أيوة لا لأن النقل الدولي كل ما هو طب لا من محل خاص لا من بعض البترولية لا ما أي مصاري تأخذ اسمع سؤال سؤال من الأخ كان يقول مصاريف الرحلات العمل والمعيشة للشركات هل هي خاضعة للضريبة أو لا؟ مصاريف العمل؟ مصاريف رحلات للموظفين الرحلات لو هي رحلات ترفيهية طبعا لا خاضعة للضريبة. طيب لا أخوان يعني لا يسعنا صراحة يعني نشكر تجاوبكم نعرف أن لديكم شغف كثير من الأسئلة لكن الوقت لا يسمح هناك انتباطات كثيرة أعتقد يعني إن شاء الله أن مثل هذه المحاضرات ستتكرر من الجمعية والجامعة إن شاء الله لكن يعني ختاماً نشكر جامعة أبي السلطان على استضافة هذه المحاضرة والمجلس الأولية شاكرين لكم باسمي وباسم الاخوان في الجمعيه السعوديه حقيقه نشكر الضيوف المتحدثين الكرام وسعاده الدكتور محمد السالي على اداره المحاضره والاستاذ باسل فريحي والاستاذ عهدي. الشكر ايضا موصول لجامعه الامير سلطان حقيقه سباقه ومتميزه في مثل هذه اللقاءات اللي هي في الحقيقه موجهه للفئه المستهدفه في الغالب هي الفئه التي تحتاج الى تثقيف اكاديمي وعلمي. فكل الشكر لهم اخص بالشكر سعاده الوكيل الجامعي الدكتور سعد الريتع سعادة أمير كلية إدارة الأعمال الدكتور سعد الموسى. الشكر أيضا موصول وأستأذن إذا تكرم الأستاذ الدكتور سعد الويتع بتكريم الضيوف الكرام ورسالة شكر خاصة حقيقة أخصها لسعادة الدكتور محمد السالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق كتكريم له خلال فترة 8 سنوات حقيقة كلف فيها في رئاسة مجلس إدارة الجمعية. الدكتور محمد شهادتي في مجروحة حقيقة لكنه هو من غرس ولبنة أو أسس لبنة العمل التطوعي في الجمعية فباسمي وباسمكم نقدم له خالص الشكر والتقدير.
شكر خاص ايضا للاستاذ باسل فريحي على هذه المحاضره الهيمه والاخراج. والشكر ايضا للاستاذ عهدي عبد المرضي المستشار الخاص بالضريبه. شكرا للحضور الكرام ونسعد بكم.